عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي كدايرين بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون مزيان وفرحان. أخوتي كنشكركم بزاف، خصوصيا دوك الناس اللي كيصيفطوني ميساجات في الانستغرام كيقولوا لي فين غبرتي، فين هادي، فين، علاش ما بقيتيش كتحط فيديوهات، علاش ما بقيتيش كتحط فيديوهات في اليوتيوب. والمهم بزاف الحوايج وقعوا لي مؤخرا، وانا طبطبت باش ندير لكم الفيديو. المهم اخوتي علاش ما بقاش انا كنحط فيديوهات من اليوتيوب؟ المشكل الكبير ديالي هو بان ما كيف ما كتعرفوا هاد كونفيرم ديال كوفيد 19 سدوا لي ليا، ومن انا المعظم ديال الفيديوهات ديالي اللي كنحط في القناه المهم كنصورهم من مليليا، ودابا حاليا مليليا مسدوده، ما نقدرش احنا ما نقدروش انا ندخلوا ليها، وهذا هو مش واحد المشكل، مشكل كبير. وثاني مشكل هو الجوطيه هنا في مدينه الناظور، الجوطيه ما بقاتش هنايا، منعوها، واصلا هنايا ممنوعه بزاف. المهم اخوتي كيف قلت لكم، حيت معظم الفيديوهات اللي عندي اللي باش كنخدم انايا كنبارطاجي معكم داكشي ديال الجوطيه او داكشي، المهم داكشي اللي كتبع ديال البال هنا في مدينه الناظور، او السلعه اللي كتخرج اللي كتجي من كتخرج من مليليا. ودابا هنايا في اقليم الناظور هنايا راه ممنوع باش مازال شي واحد يفرش هنايا في، المهم تفرش شي حاجه في الارض ولا شي حاجه، داكشي راه ممنوع. حتى داك الجوطيات اللي كانوا هنايا في بنينصار، المهم ولا في الناظور كاع حيدوهم في ديك الايام ديال الحجر الصحي، وما بقاش حتى شي حاجه مازال ديال الجوطيه هنايا. انا براسي راه عندي السلعه ديالي راه باقيه محطوطه عندي في الكراج، ودابا كاين غير الاسواق، الناس الحريفيه كيديروا دابا غير الاسواق. ايوا هذا هو المشكل اللي عندي. وثاني مشكل هي القناه، عندي فيها واحد المشكل ديال واحد المخالفه والدخل، حيدوا لي الدخل منه وما بقيتش كنتخلص من الفيديوهات. ايوا صافي قلت الشيء اللي كاين وصافي. المهم هذا هو المشكل اللي عندي، المهم بغيت نبارطاجي معكم هذا المشكل ديالي. بزاف ديال الناس اللي كيسولوا في التعاليق، المهم هذا هو المشكل، وان شاء الله يحلوا لي ليا ان شاء الله، وغادي يكون الجديد ان شاء الله، والقناه راه غادي نرجع عليها الدخل ديالها. راه عطاوني واحد المده، واحد المهله ديال شهر، وغادي تحيد لي هذيك المخالفه، وان شاء الله نرجع كيف كنت ان شاء الله. وخوتي كنشكركم بزاف، واي واحد بغى يسولني على شي حاجه ولا على اي حاجه، مرحبا بكم اخوتي، راني ديما في الانستغرام، الانستغرام ديالي هو 04 بلوك. لي اي واحد شي واحد ما عرفوش يدخل يكتب غير 04 بلوك، راه غادي يبان له راني داير التصويره ديال مليليا، وداير شي تصاور ديال الانتيك وديال ديك التحف، داكشي اللي راني كنحط في الانستغرام. اخوتي مرحبا بكم، وبيس ليكم، شكرا.